دلوقتي احنا داخلين على نقطة ال top of climb اللي هي نوصل عندها لارتفاعنا اللي هو 25,000 قدم، اللي هي موجودة هتكون موجودة عندنا هنا في ال vertical profile أو ال horizontal profile أو اللي هي شاشة المناحة. المفروض ان احنا عند النقطة ديت زي ما اتفقنا ان احنا ان احنا ظبطنا في ال FMC، أو قلنا ال FMC ان هو لما نوصل لمرحلة الكروز ان احنا هنخلي السرعة بتاعت ال FMC 310. ده الكلام ده كان موجود فين؟ كان في صفحة ال performance. في ال performance initialization اللي هي اول صفحة اتعاملنا معاها خالص، احنا كنا محددين الكروز ب 310، محددين الكلايم ب 290، ومحددين الديسنت برضو ب 290. المفروض بس حاجة انا نسيت اعملها، المفروض ان انا دلوقتي لما بعدي ال 10,000 قدم ان انا بقفل اللاندنج لايتس. تمام، يبقى احنا كده دلوقتي منتظرين ان احنا نوصل للتوب اوف كلايم. المفروض توب اوف كلايم هنوصل لها ال تي بي ار او الثراست ريتنج، بما اننا احنا كنا عاملينه اوتوماتيك او اوتو في ال FMC، هيتحول على طول من كلايمب الى كروز. والمفروض ان الثراست هتزيد، الطيارة هتحاول ان هي تزود الثراست لسبب بسيط، ان هي عايزة توصل لسرعة 310. ال FMC بيقول لنا اعتراض، انا هو check reserve fuel. check reserve fuel اللي هي الكمية الاحتياطية للوقود، وبيقول لي اعمل عليها check ان يمكن هيكون الوقود ان شاء الله لما نوصل هيكون الى حد ما قليل او شيء. ولكن ان شاء الله هي مش هيكون فيها مشاكل، لان انا عملت الرحله دي اكتر من مره بنفس كميه الوقود. مش هنشغل بالنا كتير بالرساله اللي جابها لنا ال FMC. الوقود اللي معانا هيكفي وهيزيد. نعرف الكلام ده كمان من صفحه ال في البروجرس، ان احنا هنوصل ل ال OA JN بحوالي 4600 باوند من الوقود، وده هيكون كافي جدا ان احنا يعني مش هيكون قليل. يمكن الكمية اللي احنا كنا حاطينها اللي هي 20 دقيقة او 20 دقيقة ريزيرف فيول يمكن تحتاج اكتر من القيمة ديت، ولكن ان شاء الله كمية الوقود اللي معانا هتوصلنا مفيش مشاكل. احنا حاليا خلاص وصلنا لنقطة top of climb. على طول هنا الطيارة او ال FMC زود سرعته ل 310 اللي هي احنا كنا محددينها. شيء تاني ان ال TPR بدل ما كان climb كروز، وال TPR بيعبر عن الحد اللي احنا حاطينه لل throttles بتاعت الطيارة، وهي اللي هي السهم ده عبارة عن سهم بيكون انا بحدد ال throttles ان هي متعديش نسبة مئوية، فلتكن مثلا 95% في حالة ال climb، 98% في حالة التيك اوف، ومثلا تكون 89% في حالة الكروز. دي بنستخدمها بس كنوع من ان احنا تقليل استهلاك الوقود علشان ما نهلكش المحركات زيادة عن اللزوم. فحاليا دلوقتي ال تي بي ار بقت معمولة على كروز، يعني دلوقتي الطيارة دخلت في مرحلة الكروز وبتعلن عن نفسها. ناخد بالنا برضو دلوقتي ان احنا ماشيين في ال horizontal profile او ال navigation بتاعتنا او الخطة الرحلة بتاعتنا طريقة كويسة، مفيش اي انحراف عن مسار او خط السير، والحمد لله ماشيين على ارتفاع 25,000 قدم، والطيارة بتتسارع الى سرعة 310 عقدة. يبقى احنا كده مفيش مشاكل الحمد لله. طيب احنا دلوقتي المفروض ان احنا بما اننا وصلنا الى مرحلة الكروز، المفروض ان احنا هنحدد مدرج الوصول ان شاء الله اللي احنا هنستخدمه، وهنحط بيانات الوصول او الارايفلز، ودي دايما الطيارين بيأجلوها الى مرحلة الكروز انا بنوصل لارتفاع الكروزنج بتاعنا. يمكن يكون بقى علشان يلاقوا حاجة يعملوها في الكروز او شيء. فهنفتح ال FMC، هنخش على صفحة نافيجيشن وهندوس ارايفل. في صفحة الارايفل انا بقدر اختار حاجتين، الرانواي والابروتش. فانا الاول اول حاجه هختار رانواي، هدوس على السلكشن كي اللي جنبه. احنا زي ما اتفقنا ان احنا نعمل لاندنج ان شاء الله على رانواي 16C في مطار جده، هو هيكون عندنا اول واحد اللي هو 16C، هدوس عليه. انا هعمل لاندنج ILS، وطبعا بطبيعه الحال هختار ال ILS بتاع 16C مش اي ILS تاني.
بالنسبة للترانزيشنز، انا عن نفسي انا ما عنديش معلومات كافية عن الترانزيشنز، فانا ما اعرفش بالظبط اختار اي واحد فيهم علشان يكون الترانزيشن بتاعي. فانا هتجاهل ان انا اختار ترانزيشن وهروح للصفحة اللي بعديها، وبكده انا ما اخترتش ترانزيشن. احنا ما كانش عندنا ستار للمطار، اخترت الرانواي 16C والابروش بتاعتها هتكون ILS. هعمل لها انسرت. بعد دايما لما بنختار ال arrival procedures لازم نتأكد ان في محصلناش اي discontinuity، فبندوس next علشان نعمل check. كتب لي هنا discontinuity، وفي هنا نقط، النقط دي موجودة في وسط الرحلة، يعني نقط ما فيهاش اي مدخلات، يعني دي نقطة فاضية او discontinuity. مشكلة ال discontinuity الشهيرة ازاي بتعامل معها؟ انا بتعامل معها بطريقتين، يا اما بدوس delete وبعد كده ارحلها الى selection key اللي جنب النقط اللي عاملين المشكلة زي كده، وبكده تبقى راحت ال discontinuity. او حاجة تانية انا بعملها ان انا باخد النقطة اللي بعد discontinuity بنزلها في ال scratch pad واحطها في النقط الفاضية اللي عاملين discontinuity برضو، وبتحل برضو المشكلة بنفس الطريقة. يبقى احنا كده خلاص حددنا ال arrival procedures بتاعتنا. يبقى احنا كده ان شاء الله هنتقابل عند نقطة top of descent او بداية الهبوط التدريجي ان شاء الله. خلاص اوكي.